نادية وسمر، أولاً في المجلس القومي للمرأة لازم إن هم يلجأوا له، المجلس القومي للمرأة بيرفع القضايا تطوعاً قضيتين على الأقل تقدير. أنا برفع القضايا بنفسي. ما هي بتقول حلول أهي. شغالة بنفسي. كويس. من غير محامي. أنا شغالة لوحدي ورافعة القواضي دي كلها وخدت فيها أحكام لوحدي. ونفذتي. من غير مفيش تنفيذ. طب كويس وحلهم هم عشان يساعدوك في التنفيذ. وبعد ما أروح لهم هقعد ألف قد إيه وراهم وألف قد إيه وقت، الوقت ده ما بنتي أولى بيه. ما هي كويس، ما هو الوقت ده بقى، ما هو ده المسارين اللي بنتكلم فيهم، إن المسار دلوقتي الموجود إن أنت تروح المجلس القومي للمرأة يرفع لك القضايا ببلاش تطوعًا وينفذ، ده رقم واحد. رقم اتنين إن إحنا فعلًا محتاجين تعديل للقانون. هينفذ يا مها؟ المفترض ان هو ينفذ. مفيش تنفيذ يا استاذ، مفيش تنفيذ، مفيش تنفيذ. الاكبر دليل انا بالنسبه لي قاعد في بيته وكتبوا باسم والده عشان ما اثبتش ان هو عنده ملك. ماشي، بس انت عندك حكم مش كده؟ عندي حكم قايمه، عندي حكم نفقه، عندي حكم متجمد. تعمل ايه؟ طب تعمل ولا إيه؟ اي حاجه ترفع عليه دعوى حبس، ترفع عليه دعوى حبس. ما عندي ناش تنفيذ، بنقول مفيش تنفيذ. ابسط الامور انا رحت معاه مره تنفيذ، لو عارف ان هو خايب جاب حاجه. عارف لو قانون ظالم بس تنفيذ صارم، لو قانون ظالم وبعد ما خرجنا بس التنفيذ صارم على كله، يبقى المساواه في الظلم عادي. انت متخيل لو قانون ظالم بس في تنفيذ والتنفيذ بيسري على الكل، يبقى المساواه في الظلم وقتها هيبقى عادي. هو انا عايز، انما احنا لا عندنا قانون ولا عندنا تنفيذ. يعني الجد مش ملزم في منطقه عندنا الدراسه عشان الاب موجود. لا الجد مش ملزم، بالعكس الجد مش ملزم. ده طبعا. الجد ده المفروض يرفع على الابن نفقه. بقى ملزم هيخلي ابنه يصرف على عياله. مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها كده. الاب ولا الاب هو المكلف، بالعكس الجد ده من حقه يرفع على ابنه ده نفقه. يعني انتوا شايفين ناديه بتتكلم ازاي؟ بتحاول تشوف اي طريق. طبعا. طب ليه الجد ما يدفعش؟ طبعا. ليه الاخ ما يدفعش؟ ليه هو ما يدفعش؟ ليه اي حد ما يدفعش؟ لو كان هو عنده يعني مشكله صحيه. انا حاسس بيكي والله العظيم. لو كان عنده مشكله صحيه هي مش قصدها مشكله صحيه. انا فاهمه. هي بتتكلم. طب يا جماعه انا تعبت واحنا القانون في بلدنا معلش بعد ال 30 لما باجي ادور على شغل يقول لي انا حد اقصى 28. طب انا بعد 30 سنه اموت؟ ما انا فيها صحه عايز اشتغل، ولو جت فرصه الشغل انزلك بالليل. طب انا تنزلني بالليل ما انا عندي بنت، هو ده المتاح. يا اما هتلاقي نفسك بتشتغل هتحسب مواصلاتك ومصاريفك، يبقى انا بشتغل ببلاش. انت خريجه ايه يا ناديه ولا بتعملي ايه؟ معايا دبلوم تجاره، معايا معهد عالي سياحه وفنادق، معايا معهد خاص تمريض، ومعايا مزاوله مهنه معاون تمريض. ما كانش ينفع وكل تدي فرصه والحياه تستمر؟ ادي فرصه لمين؟ لحد بيضربني وبيهني؟ ما بيعملش حاجه غير ان هو بيذل فيا وفلوس شغلي بياخدها؟ ده اكبر سبب للطلاق. ده كارثه. الاهانه كارثه. اكبر في سبب ان انا اتحميت في باباه كارثه عشان ما يضربنيش، ورغم كده هو بيستغرب لما انت اب مثلا وام مربيه ابنك. سامعين هي قالت ايه؟ قولي تاني كده. عورني والله ما فاكره كانت سكينه ولا مطوه في ايده، وابوي يقول له ما تجيش جنبها، ما دام واقفه معايا ما تجيش جنبها. بقى بصراحه هو كان ماسكني وراح معورني وفضل حابسني اسبوع عشان والجرح كان محتاج خياطه لحد الان معلم في دراعي. فابوي يقول له طب وديها للدكتور، يقول له هتحبسني، سيبها كده لحد ما الجرح يلم لوحده او ايه او يعمل قشره عشان ما تعرفش تثبت عليا حاجه. ايه سبب الخناقه دي؟ هموت واعرف سبب الخناقه دي. هو انت ليه ما بتقوليش ان انت بتحبيني؟ احبك ايه؟ طب اطلع اشتغل، احنا في مشكله. يروح لي المستشفى، انا كنت بشتغل في مستشفى، يقعد لي طول الليل قدام الباب. طب انت بتقعد لي قدام الباب ليه؟ الدنيا ماشي ما بعرفش يعني له دبدوب اي حاجه. ما انا ما بقى هتمشي ما يعني لما يتقال لي في المستشفى اللي عنده صوره في اللحظه بتاع خايف عليا البطه. طب انت جاي تروح تجوز واحده ثانيه تعمل له دبديب كده؟ طيب شغلي. ما الراجل برضه بتقول لي يا حبيبي خلاص ماشي يا استاذ محمد. يا استاذ محمد ماشي ماشي، هي مش رومانسيه يا سيدي، طلقها ويصرف على بنته. ايه مش لا لما رفعت قضيه انا فاهم يا استاذ ناديه. انا بكره نفسي في يا سيدي خلاص مختلع. هي مش نافعه. اه مقتنع ما فيهاش حاجه. بس ويصرف على بنته تعمل قلوب ودباديب برضه. ما تطلقوا في الاخر وفي المحاكم. لا ماليش، انا دي المشكله خالص. بتكلم في الحلقه بس. يعني ماشي في الحلقه دي المشكله. طب ثواني المشكله دلوقتي بنته يصرف على بنته. دي شريره. دي شريره. دي شريره. بس احب في واحد بياخد فلوس شغلي ارجع من عند اهلي يقول لي اصل بابايا عامل معايا مشكله ارجع الاقي بايع عفش بيتي؟ غلط غلط مش مقبول اصلا. يفضل معيشني سنه عند اهلي. ايه بقى؟ لما انتوا ما هو الواحد بيقول ايه؟ لما انتوا عندكم ولد مربينه ومدلعينه وبتصرفوا عليه ومش قد المسؤوليه، بتجوزوه ليه بقى ويترتب على الجواز؟ هو ده اللي انا نفسي اعرفه. ليه الاهالي بيتجوزوا عيالها لما هو مش قد المسؤوليه؟ انت برضه عندك بنت مدلعها ومش بتاعت جواز ومش قد مسؤوليه، بتجوزوهم ليه وتجيبوا عيال ليه وتعملوا مصايب ليه؟ الناس ما بتبقاش لا مفيش حاجه اسمها مش عارفين، الاهل عارفه عيالها، انما الفكره يقول لك ايه؟ يمكن ربنا يصلح حالهم ولا حاله بعد الجواز. ده غلط. انت مش مربي ابنك على المسؤوليه،
انت مش معلم ابنك يعني ايه بيت وعيال. عارف يعني ايه اب بيقول لك، بنقول لك اهوت اب يقول انا ما بشتغلش فما يتحكمش عليا بنفقه، هو في كده؟ انت بتبات ازاي بالليل، بتبات ازاي بالليل وما تفكرش ابنك هياكل ايه هيشرب ايه ازاي؟ ده انت بتشيل الحاجه من بقك والمفروض تداري ابنك. ده الشخص ده الطبيعي يعني. هموت واعرف. ده الطبيعي. هموت واعرف. صح. انت النهارده ازاي هتحرمي اب ان هو يشوف ابنه؟ ازاي؟ ده ازاي؟ انا عايز اسال سؤال، ابو البنتين اشرحي لي بس لان انا مش قادر استوعب مشاعر. لا دي عادي برضه، انت الموضوع يعني ده بالنسبه لك عشان جديد حسام، انت الموضوع عادي يعني. في اب بينام عادي مش شاغل دماغه انه عنده عيال اصلا، ما بيسالش عليهم، ولما بيشوفهم حضن وبوس واحضان وابوه عارمه، بس هو في الاصل ما بيسالش عليهم. وانا عشان نفسيه بناتي مش هقدر اقول ان هو ما بيسالش، مش هقدر، مش عشانك، عشان بناتي، عشان مستقبلهم. يا بنتي انا بتكلم عليه، هو ايه في الاخر؟ لا هو اكيد مجرب من الابوه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.